ينضم إلينا دكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور منير، الأخبار أو الصحة الفلسطينية تقول أن هناك استهداف لكل من يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي، وأن الاحتلال استهدف 40 نازحا أثناء خروجهم من المستشفى. ما التطورات حول مجمع الشفاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ركز الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مستشفى الشفاء وعلى مستشفى الشفاء، فقد قصف في الليلة السابقة مبنى القدس داخل مستشفى الشفاء بشكل مباشر في منتصف هذا المبنى داخل المنور الأساسي. وأيضا قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة الأكسجين المركزية في الشفاء، والآن نعمل على المحطة الثانوية. للأسف الشديد أيضا استهدف الاحتلال أبار المياه الموجودة في مستشفى الشفاء، ولم يبقى إلا بئر واحد ينتج 12 كوب في الساعة، وهو بئر صغير، هو الذي نشرب منه حاليا، وهي مياه مالحة لاقترابها من بحر غزة ولا يوجد لها أي معالجة. نحن يعني نعيش على الماء والتمر ككوادر طبية تعارضنا مع الجرحى 1500، وأيضا هناك 10,000 نازح موجودين بيننا في الممرات، وأيضا نتقاسم معهم لقمة العيش تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي. في الصباح الباكر وجد مجموعة من المواطنين من داخل المستشفى، وقد نبهنا الجميع أن الاحتلال يقصف كل ما هو في ساحة المستشفى، وقلنا بالحرف الواحد يعني الاحتلال عندما خرج مريض رأسه من فتحة الشباك قصفه وأصابه بقنص في صدره، هشم جميع عظام صدره ودخل في عملية معقدة لم أتابع نتائجها، لكن حالته كانت خطيرة. الاحتلال قصف المجموعة التي خرجت قبالة مستشفى الشفاء. أتسمعني؟ أنا معك يا دكتور منير أكمل. نعم، قصف هذه المجموعة وقصف العناية الفائقة في مستشفى الشفاء، وهي العناية المركزية في المستشفى الجناح الشرقي بقذيفة، وكان قد استهدفها بالأمس بقذيفتين داخل العناية، وأخرجنا المرضى العناية في الممرات الجانبية البعيدة عن الشباك والأماكن الحساسة. هذا واقع الحقيقة يندى له جميل البشرية. الساحة ممتلئة بالجثث وهي قد تعفنت ولها، ونخاف من أوبئة، ويعلم الله أنا لا أتحدث شيء إلا ما أراه عيني، أننا رأينا كلابا مسعورة كانت قد فرت من الحرب ودخلت المستشفى، بدأت تنهش هؤلاء الجثث الملقاة أمامنا في الشفاء، ولم نستطع أن نرفعها أو نخرجها، لأنه إذا تحركنا سيضرب علينا القناص الإسرائيلي، وهذا القناص المتمركز على البنايات المجاورة للشفاء، فهو يضرب أي متحرك أو ساكن في مستشفى الشفاء. أيضا المئة جثة هذه في ساحة الشفاء، وهناك ثلاجة الموتى الملأة بالجثث قد تعفنت وخرجت منها الديدان لأنه قد انطفأ عنها الكهرباء والمولد قد قصف، وهي مليئة بالجثث، وشاهدنا الديدان تخرج من جميع جوانب هذه الثلاجة للموتى. وللأسف الشديد يعني كم خاطبنا، أنت تتحدثين معي والقنص يعني أيضا شغال ويعمل بصورة كبيرة من قناصين الاحتلال الإسرائيلي في جنبات المستشفى.